نرجع مع حضراتكم مرة تانية لموضوع السلع الغذائية واستعدادات الحكومة ووزارة التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم. ينضم لنا الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. يا أستاذ ممدوح مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ إيمان. أهلا أهلا بحضرتك معانا. أستاذ ممدوح يعني خلينا نعرف ونطمن المشاهد عن استعدادات حضراتكم لاستقبال شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين طيبين. حضرتك بخير. وأكد لحضرتك أن وزارة التموين بتعلن جاهزيتها لاستقبال الشهر الكريم. لدينا خطة لإنشاء معارض على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة والغرف الصناعية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. من أجل إقامة معرض سوبر ماركت أهل رمضان في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة من يوم 10 ليوم 13 مايو القادم إن شاء الله بإذن الله. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. لمد فترة المعرض يوم 16 أو يوم 17 حالة وجود إقبال. بالتوازي سوف يتم إنشاء معارض في جميع المحافظات والمدن الرئيسية في المحافظات لتغطية وتكفية وتلبية كافة الاحتياجات لجميع مواطني جمهورية مصر العربية. العارضون هناك التزام منهم بأن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20% على المعروضات من السلع الأساسية والاستراتيجية. وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها أعلنت أنه سيتم تخفيض أسعار السكر ليباع الكيلو ب 8.5 جنيه مقابل 9.5 جنيه خلال فترة المعارض في جميع المحافظات. دي في خلال فترة المعارض اللي هي المفروض هتنتهي تقريبا 16 إبريل. بالضبط. بالإضافة إلى تثبيت أسعار اللحوم السودانية عند مستوى 85 جنيه للكيلو. تثبيت أسعار الدواجن عند مستوى 17 جنيه للكيلو. تخفيض أسعار العدس على سبيل المثال الكيلو 16 جنيه بدلا من 20 جنيه. طرح أنواع جديدة من زيت الطعام عبوات لتر بسعر 20 جنيه بدلا من 24 جنيه أو 25 جنيه للأنواع المثيلة في السوق الحر. بالإضافة إلى تخفيض أسعار الدقيق إلى 6 جنيهات للكيلو وتخفيض أسعار بعض أنواع الجبنة التراباك العبوات النص كيلو والربع كيلو. كل هذه الأمور بتعلن وزارة التموين أنها مستعدة من خلالها لاستقبال الشهر الكريم بإتاحات كبيرة جدا من السلع. سوف يتم توفير شنط رمضان. أنا آسف للإطالة. لا بالعكس تفضل. شنط رمضان من خلال شركات المجمعات التابعة لشركة الخضر للصناعات الغذائية. لدينا خطة لطرح ما يزيد عن 450 ألف شنطة بسعر 80 جنيه للشنطة العادية و110 جنيهات للشنطة المميزة. تفضل يا فندم. أستاذ ممدوح طيب بعد خلينا برضو نطمن الناس بعد 16 إبريل إيه الأنشطة اللي هتقوم بيها وزارة التموين برضو عشان هيكون خلاص ده احنا على أبواب شهر رمضان الكريم. حضرتك بعد احنا بنتكلم من يوم 10 ليوم 13 مايو ده قبل شهر رمضان بحوالي 3 او 4 ايام. تمام. هناك امكانيه للمد المعرض حتى بدايه الشهر الكريم. قبل رمضان وبعد رمضان كما هي الخطط الموجوده على الارض حاليا اتاحات موجوده من السلع من خلال المجمعات الاستهلاكيه او بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في السلاسل التجاريه وفي فروع جمعيات وفي سلاسل الامداد والتمويل الموجوده في بقاع الجمهوريه. الاتاحات من السلع في الوقت الحالي ونحن مصرين على تظل كما هي تزيد عن حجم الطلب وبالتالي احنا مسيطرين على الاسعار وندفعها للانخفاض. الرئاسيه للحكومه المصريه صريحه بتدبير جميع الفجوات ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك حتى لا يحدث انخفاض في المعروض ودفع الاسعار. الاجهزه الرقابه الاداريه والمسبقه تابعوا حركه تدفقات السلع بشكل مستمر والتأكد من تواجد السلع في الفروع والمجمعات الحكومية وكذلك من خلال القطاع الخاص وبمراقبة مستمرة لحركة تدفق السلع المستوردة لإمداد وتموين أثمنة الداخل. طيب أستاذ ممدوح عفوا يعني في مناطق بيجي لنا شكاوى كثيرة جدا مش بيبقى متواجد فيها منافذ أو أماكن الناس تقدر تشتري منها السلع، هل ممكن نشوف استراتيجية أو نقدر نسهل للناس قدر الإمكان خلال الفترة اللي جاية أو في شهر رمضان هذا الموضوع؟ بالتأكيد حضرتك هناك أماكن لا يوجد فيها فروع سواء جمعيات أو مجمعات
هذه المناطق بنودي لها سيارات متنقله ولدينا خطه في هذا الشأن حتى يتم اتاحه السلع لهذه المناطق بنفس القدر وبنفس الاليه وبنفس الاسعار الموجوده او المطروحه في المناطق اللي فيها مجمعات استهلاكيه. فدي خطه موجوده بالتنسيق ايضا ما بين جهاز الخدمه الوطنيه ومؤسسه او شركه امان التابعة لوزاره الداخليه او الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. كل هذه المناطق بنقدر نروح لها ولدينا خطه ان احنا نروح لها وفي تنسيق مع الساده المحافظين والاحياء والادارات والوحدات المحليه علشان خاطر نوفر هذه المنافس في هذه المناطق. طيب فكره الضوابط يا استاذ ممدوح ان الاشخاص اللي مثلا التجار او المسؤولين عن بعض البقالين مثلا بيكون ساعات في بعض التجاوزات، الدور الرقابي او الضوابط اللي وضعها وزاره التموين الفتره القادمه؟ هنا بنتكلم في هذه الجزئيه على شقين. اولا شق السوق الحر، واحنا دوله بتتبع اقتصاد السوق الحر، ما فيش تسعير مركزي وبالتالي العرض والطلب هو الذي يحدد الاسعار. الهم اللي موجود او الضوابط اللي موجوده في هذه الجزئيه هي التنافس. هي التنافسيه هي اللي بتخلق السعر الجيد لصالح المستهلك، ولازم نتاكد ان تدفقات السلع جيده حتى لا يحدث احتكارات وحتى لا يحدث انخفاض في المعروض. فهذا الامر الدوله المصريه لها بتراقب العمليه الانتاجيه وبتراقب تدفقات السلع وبتتدخل خلال الأزرع التجارية للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة أو لوزارة التموين بالأنواع معينة من السلع التي يحدث فيها انخفاض معروض بأسعار وهوامش ربح منخفض عشان نعمل توازن. هذا فيما يخص تدفق السلع بشكل عام. أما فيما يخص البقالة التموينية فوزارة التموين بترعى توزيع الدعم على أكثر من 70 مواطن مصري بقيمة 50 جنيه للفرد شهريا. يتم التوزيع من خلال شركتي الجملة على البقالين وعددهم يزيد عن 30 ألف بقال وفرع جمعياتي، والمواطن له الحق في أن يوقف قيمة الدعم الموجودة على بطاقة التموينية لأي من مشتريات السلع اللي موجودة في قائمة بتضم السكر والأرز والعدس والمثل والمكرونة والزيوت والصلصة وبعض أنواع الجبن. وهذه الأنواع متحدد أسعارها في قائمة التموين، والمواطن يقدر يتخير فيما بينها ويوجه المشتريات يعني السلع المناسبة لي أو السلع اللي هو بيحتاجها. فإحنا دي برضو عليها رقابة مشددة علشان نتأكد إن البقالين بيوزعوا هذه السلع بالأسعار الموجودة في القائمة للمستفيدين اللي هم عددهم 70 مليون مواطن مقيدين في حوالي 21 مليون بطاقة. وعلى فكرة الحكومة المصرية بتخصص ما يزيد عن 3.5 مليار جنيه شهريا لصرف الدعم لهؤلاء المستفيدين من الدعم التموين. تمام، أستاذ ممدوح رمضان متحدث باسم وزارة التموين، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. خلينا نروح مع حضراتكم الموضوع تاني. والنهاردة كان في مؤتمر بوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1439-2018 إلكترونيا، وتم الإعلان عن بعض النقاط. هي أنه تم إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية إلكترونيا واختيار 12 ألف حاج من إجمالي عدد المتقدمين، واللي كان بالغ عددهم 34 ألف شخص على مستوى المحافظات. سيتم إعلان أسماء المشرفين المقرر الاستعانة بهم لخدمة الحجاج الأسبوع المقبل بعد إجراء العديد من الاختبارات التحريرية والدينية. سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج الفائزين، وده بتأشيرات الحج من خلال هيئة التأمين الصحي وعمل ملف طبي لكل الحجاج. كما سيتم توفير وجبتي إفطار وغداء للحجاج بالفنادق، إضافة إلى توفير وسائل نقل حديثة موديلات العام الجاري.